الثوب والصحون مذهلة لحفلة الشيخة خاصتنا. يمكنني استخدام الطين الأصفر إيفا؟ نعم بالطبع، تفضلي لورا. أيمكنني الانضمام إليكما؟ صباح الخير. إذن ماذا تصنعان؟ نصنع كل ما نحتاج إليه من أجل حفلة الشاي. أوه، إنه يوم مثالي لحفلة شاي مع الأصدقاء. الصداقة جد مهمة، تشعرك بالأمان. شكراً. نساعد بعضنا بعضاً في كل مكان. الصديق يواسيك حين تكون حزيناً. الصداقة تشعرك بالهنا. نعم هذا صحيح. الصداقة جد مهمة، تشعرك بالأمان. نساعد بعضنا بعضا في كل مكان. حسنا. الصديق يواسيك حين تكون حزينا. صحيح. الصداقة هي أحلى هبة، تشعرك بالهنا. الصداقة هي أحلى هبة، تشعرك بالهنا. دوب دوب. مرحبا بارني. مرحبا جميعا. أهلا بك. أرى أحدكم ريف؟ أنا أبحث عن ريف لكنني لا أجد ريف. أيعلم أحدكم أين هو ريف؟ أوه ليس هنا بي جي. ماذا يوجد في الصندوق؟ شيء رائع لم تري مثله من قبل لورا. ألقي نظرة. نموذج عن صاروخ. كنا أنا وريف ننتظر وننتظر موعد وصوله، والآن لقد وصل لكنني لا أجد ريف. أنا أعلم، سأتفقد الحديقة. حسناً سأساعدك في البحث. إن رأيتما ريف أيمكنكما أخباره بأنني أبحث عنه؟ حسناً بالطبع. حسناً حسناً أراكما. انتظرني بي جي، انتظرني. ها هي الضربة القوية. هيا ميه. أوه بي جي لقد أخطأ. أنا آسفة. مرحبا. مرحبا. تفضل يمكنك استخدام هذا. شكرا نوا. لم تقابل بي جي بعد. هذا نوا، إنه جديد في البلدة. مرحبا بي جي. أهلا. مرحبا بارني. أهلا نوا. أهلا في الحديقة. نوا هو فتى رائع، يحب بناء الأشياء تماما مثلي. ويحب ريف لعب الكروكيت مثلي تماما. نعم. حسنا نوا، أرنا ضرباتك. هيا صديقي، يمكنك فعلها. يا للروعة نوا، ضربة رائعة. ربما يمكنني أن ألعب بعدك. ما رأيك ريف؟ بي جي سيكون ذلك رائعا، ولكن أنا ونوا سنقود الدراجات. قيادة الدراجات هو أمر مسل للجميع. نعم بالطبع، ولكن ألقي نظرة على دراجة نوا الترادفية. وما هي الدراجة الترادفية؟ إنها دراجة مصممة لاثنين. يمكنك أن تتبعنا على سكوتر، ما رأيك؟ لا لا بس، اذهبا واستمتعا بوقتكما. حسناً، وداعاً. من الجميل أن نوا قد وجد صديقاً. من الصعب الانتقال إلى مكان جديد لا تعرف فيه أحداً. نعم، لدى نوا أفضل صديق في العالم. لديه صديقي أنا، وأنا أفتقده حقاً. بي جي، عندما يكون من نحبهم بعيدين نشتاق إليهم كثيراً. أفضل ما نفعله لإظهار اهتمامنا، فلنعلمهم بمحبتنا. حزنت لرحيل صديقي، سأقول له في رسالتي: اشتقت إليك، اشتقت إليك، اشتقت إليك يا صديقي. ستبقى دوما في قلبي. من صديقي جاءت رسالة، فتحتها وقرأتها. اشتقت إليك، اشتقت إليك، اشتقت إليك يا صديقي. اشتقت إليك، اشتقت إليك. ستبقى دوما، ستبقى دوما، ستبقى دوما في قلبي. شكرا نوا. حسنا هيا. هيا لنلعب، ابقى بعيدا. هيا هيا. يا للأسف.
ماذا سأفعل؟ ماذا تفعل بالصاروخ بي جي؟ لا أعتقد أنني أحتاج إليه بعد الآن. لدى ريف أمور أفضل لفعلها وصديق أفضل يفعلها معه. بي جي، حصول ريف على صديق جديد لا يعني أنه ليس صديقك بعد الآن. أنا لا أعلم بارني، كل من ريف ونوا يحب بناء الأشياء ولعب الكروكيت أيضا. هذا صحيح بي جي، لكن ستبقى صداقتكما أنت وريف مميزة جداً، وما يجعلها مميزة هو أنت. حقا بارني. أنت مميز وليس لك وليس لك مثيل. لا يوجد شخص في العالم يكون عنك البديل. أنت مميز مميز، كلنا مميزون، كل واحد منا. أنت مهم بالطبع مهم، ونحن نقدرك. العالم أفضل بفضلك، ونحن نحبك. أنت مميز أجل. كما ترى بي جي، أصدقاؤنا مميزون بالنسبة إلينا، ولهذا لا ننسى الأصدقاء القدماء عندما نتعرف إلى أصدقاء جدد. هيا نواة. نعم، ربما بارني، أو ربما يتوجب علي أن أحصل على صديق جديد. تقدموا، لدي الشوكولاتة، بسكويت بالشوكولاتة، بسكويت بالشوكولاتة، ومثلجات مشكلة أيضا. هذا يعطيني فكرة رائعة. نعم، مطلوب صديق، أبحث عن صديق، تقدموا. ماذا تفعل بي جي؟ أو بما أن ريف ليس صديقي بعد الآن، أصبح علي إيجاد صديق جديد. حسناً أيتها الشابة، علي أولاً أن أطرح بعض الأسئلة. أتحبين فطائر الهلام؟ نعم، لكنني أحب البولونيا أكثر. حسناً، علي التحدث إلى أطفال آخرين وسأعلمك إن ترى شيء ما. هذا لك في جميع الأحوال. شكراً بي جي. أهلاً بك. حسناً، التالي. إذن أتحب قيادة سكوتر؟ نعم، لكن كاحلي ملتو، ولا أظن أنني أستطيع القيادة إلا بعد أسبوع. حسناً، لا أستطيع انتظار صديقي كل هذا الوقت، لكن تفضل، هذه جائزة على أي حال. شكراً. التالي من فضلكم. إذن أتحب لعبة الملاحقة؟ والطائرات الورقية؟ وماذا عن تأليف الموسيقى؟ تعرف أنني أحب ذلك. مستعد للعب معي ومع نوا؟ حقا؟ أتعني هذا؟ طبعا. علمت أن لديك نموذج رائع عن الصاروخ. ربما بإمكانكم بناؤه سوية. بالطبع، جميعنا معا يمكننا مساعدة بعضنا البعض، لأن هذا ما يقوم به الأصدقاء. هيا ريف، هيا نوا، هيا. كم سيرتفع في رأيك؟ قد يصل إلى القمر. وبمخيلة واسعة قد ترتفع كثيرا أيضا. مهلا، لندعي بأننا عليه. عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد. نحلق في السماء ونقول إلى اللقاء في المركبة الفضائية. بعيداً إلى النجوم سنرى الكواكب في المركبة الفضائية. واحد، اثنان، ثلاثة، الكثير من المتعة. بي جي،
بيجي قائد السفينة. هوري يقودنا إلى الفضاء، يأخذنا في المركبة الفضائية. هوري نحلق في السماء ونقول إلى اللقاء في المركبة الفضائية. بعيدا إلى النجوم سنرى الكواكب في المركبة الفضائية. وحدتنا ثلاثة الكثير من المتعة. نعم، وكنت على وشك أن أتخلص من الصاروخ. ولكن لما قد تفعل هذا؟ أوه، ظننت أنك نسيتني بعد أن تعرفت على صديق جديد. لا ننسى الأصدقاء القدماء إن أصبح لدينا صديق جديد. هذا ما قاله باني. أظن أن هناك دائما مساحة لشخص آخر. أصدقاء؟ طبعا أصدقاء. أصدقاء بالطبع. كم يسرني وجودكم بالقرب مني على الدوام. مهما فعلنا وأينما كنا الصداقة تجمعنا. ما أحلى الأصدقاء تحلو معهم كل الأوقات. نلعب نمرح ونتسلى الصداقة ولا أحلى. ما أحلى الأصدقاء إلى اللقاء. حان موعد صندوق بارني الموسيقي. العم لديه مزرعة. إيا يا يو. في المزرعة يوجد أطفال. إيا يا يو. مومو هنا مومو هنا. مومو مومو في كل مكان. العم لديه مزرعة. فتشت في كل مكان. وماذا عنك إيفا؟ أنا لم أره أيضاً. أتساءل أين هو؟ حسناً، عمّن نبحث؟ باني! حسناً، مرحباً جميعاً. أمل أنني لم أتأخر أبداً. لا بأس باني، لن يبدأ عرض الفيلم قبل ساعة. لا أستطيع الانتظار، سنحظى بوقت ممتع. رائع، أينما كنا معاً نحظى بوقت ممتع مهما فعلنا. اليوم مميز جداً لأننا مع بعضنا. سنقضي وقتاً رائعاً جداً لأننا مع بعضنا. صفقوا. اثبتوا وارقدوا. حسناً. هيا ارقصوا. واو واو. وهالبيجو. مهما فعلنا أنا وأنتم مؤكد سنقضي وقتاً ممتعاً. ما فعلنا أنا وأنتم مؤكد سنقضي وقتا ممتعا ممتعا. وقتا ممتعا. سنلعب كل النهار. سوف نستمتع معا. وقتا ممتعا وقتا ممتعا. سنلعب كل النهار. سوف نستمتع معا. لدي فكرة، لنشاهد الفيلم مبكرا سنحصل على مقاعد جيدة. أنشأ
جيدة رائعة. هيا بنا. هيا هيا. مرحبا دايا. أهلا يا رفاق. هيا سنذهب لمشاهدة الفيلم. أنا لا أستطيع. أوه، هل كل شيء بخير رايان؟ اكتشفت للتو أن جدي قادم اليوم ويريد تمضية بعض الوقت معي، لذا لا أستطيع الذهاب معكم. حسناً، ألا تريد رؤية جدك رايان؟ أوه نعم بالطبع، لكن ليس اليوم. اليوم أريد أن أكون معكم. حسناً رايان، هناك أشياء عليك فعلها حتى لو لم تحبها. ابتسم وامرخ، صدقني حينها ستشعر بالفرح. نحب اللعب خارجا ونستمتع ونفعل واجباتنا. نحب قراءة كتاب، اللعب في الحديقة، هذا ما نريد أن نفعله. هناك أشياء عليك فعلها حتى لو لم تحبها. ابتسم وامرح، صدقني حينها ستشعر بالفرح. نحب ركوب الدراجة في الحديقة ونفعل واجباتنا. نستطيع التخيل ونبني قلعة، هذا ما نريد أن نفعله. لكن أتعرفون؟ القيام بالواجب يشعرنا بالراحة دائما، هذا صحيح؟ هناك أشياء عليك فعلها حتى لو لم تحبها. ابتسم وامرح، صدقني حينها سوف تشعر بالفرح. صحيح، سوف تشعر بالفرح. أنا متأكد من أن جدك يتطلع لرؤيتك رايان. نعم، لكنني أتمنى لو زارني في يوم آخر، لأنني عالق هنا وهذا غير ممتع. أوه، ما كان ذلك بارني؟ أوه حسناً، أنا لا أعلم. أتعلمون أنتم؟ لنرى إن كنا نستطيع معرفة مصدر هذا الصوت. أوه، لقد صدر مجدداً. جدي، هل هذا أنت؟ إنه أنا رايان حفيدي. ما رأيك في عناق كبير؟ لابد أنكم أصدقاء رايان. مرحبا بارني. مرحبا جميعا. مرحبا جد رايان، أنا بيبي باب، وهذا هنا تايلر، وهذه تريسي، وهذه إيفا. ماذا كنت تفعل هناك؟ أراقب الطيور، إنني أتتبع طائراً مميزاً نادراً منذ أسابيع. لهذا السبب ترتدي زي تنكر؟ تنكر؟ ما هو نوع الطائر الذي تبحث عنه؟ قد نساعدك على إيجاده. إنه مخلوق نادر جدا بارني. أنا أتتبع الإوز السخيفة ذا الخطوط الفضية والمنقط. لنرى إن كنا سنجده. ها؟ هيا هيا بنا. سنبدأ بإصدار صوت الإوز السخيف. وما هو ذلك الصوت؟ حسنا، إنه يشبه هذا الصوت. هذا صوت نقار خشب بري وتحذيري غامض بارني. فهمت. صوت الإوز السخيف يشبه هذا الصوت سخيف بالنسبة إلي. هذا صحيح، يصدر الإوز السخيف صوتا سخيفا. ما الأصوات السخيفة التي تستطيعون إصدارها؟ نعم، هذا سخيف بالفعل. لنصدر أصواتا سخيفة معا، هيا بنا. هيا فلنصدر الأصوات ونمرح معا، وربما تسمع صدى ونضحك معا. ميو ماي، ميو ماي، ديل دادل دو، ديل دادل دو، تيكي تاكا تيك تاك، تيكي تاكا تيك تاك، كوكو كو، كوكو كو، ميو ماي، ديل دادل دو، تيكا تاكا تيك تاك، كوكو كو. يا لهذه الأصوات. إنها جميلة. فلنصدر الأصوات ونمرح معا، ربما تسمع الصدى ونضحك معا. بيكل باي، بيكل باي، كاكل دو دو، كاكل دو دو، تيكا
تيك تاك تيك تاك تيك تاك كو 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 باي كاكا دودو تيك تاك تيك تاك كو كو هذا رائع من جديد فالمصدر الأصوات ونمرح معك ربما تسمع صدى ونضحك معك هيبري هاي هيبري هاي يابل دابل دو يابل دابل دو كان ذلك ممتعا يا للروعة يا للروعة أعتقد أنني أرى شيئا هل هو الإوز السقيف؟ من الممكن جناحان ذيل خطوط فضية مهلا لا إنها طائرة متأكد من وجود شيء يدعى بالإوز السخيف؟ نعم إنه طائر نادر جدا راين بوناي هل أنسب لإمساك واحد هي أثناء قيامه برقصة السعادة؟ إنهم يرقصون أيضا؟ إنهم راقصون بارعون في الربيع تراهم يرقصون هكذا تقصد هكذا؟ نعم بارني وكلما راقصوا أكثر أصبحوا أسعد بكثير هذا صحيح أرقصوا بسعادة وأزيل الكآبة أتحرك كما أريد يومي كله سعيد Dum 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 dum. Dum 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 dum. أرقص بسعادة وأزيل الكآبة. أتحرك كما أريد. يومي كله سعيد. دم دم. انظر بارني هناك عند البركة هل رأيته؟ بالطبع فعلت هاي انتظروني آسفة بعد كل هذا البحث وأخيرا وجدت إوزا سخيفا وهو كان هنا في الحديقة كل الوقت ها هو ذا هنا تماما جدي هذا أنت نعم بالطبع أنا أسخف إوز رأيته من قبل أعتقد أنني أرى إوزا سخيفا آخر أعتقد أنني واحد منهم راين لديك جد رائع بالفعل أنت محقة إنه مميز جدا هاي راين لا يزال أمامنا وقت لمشاهدة الفيلم لما لا يأتي جدك معنا نعم أيمكنك ذلك جدي؟ لما لا أحب الأفلام الجيدة هيا شكرا لأنك لعبت معنا يا جدي وأنا مسرور بزيارتك لأنني أحبك وأنا أحبك راين يا صغيري وأحبك أيضا بارني ساعدتني على جعل هذا اليوم مميز كل يوم مميز عندما نشاركه مع من نحب كالأصدقاء والعائلة وأنتم بالتأكيد أحبكم وتحبونني نحن دوما سعادة مع عناق كبير وقبلة مني سنبقى دوما أصدقاء أحبكم وتحبونني نحن دوما سعادة وقبلة مني سنبقى دوما أصدقاء نعم هيا بنا
جميعا، سوف يكون الفيلم رائعا. قريبا. انتظار اكثر. حسنا، اراك قريبا. الى اللقاء.